فدو صراحة من الجيش اشتغلت بالجلود. يا سلام. قلت لهم 1991. زين. من اشتغلت فصلوني. قلت لهم سووا لي هوية موظف انتاج، سووا لي موظف انتاج. قلت لهم سووا لي هوية، سووا لي موظف انتاج. زين شو فصلوني ونبجت مرت الاخ المي ما اقدر ادفعه. قالوا لي انت مفصول ابو نجم. يا هو هذا عبد لي مسؤول الاعمال الخمسه. زين. شو قلت له روح البيت؟ قال له روح البيت. رحت البيت انقهرت. يا سنه هاي قال لك روح البيت؟ والله ما ادري قبل 21 سنه 20 سنه. ايه بعد من صارت الاحداث وتغير الوضع رحت له ما راجعت له. حتى اخوي ورحت علي المرحوم مات اخوي. رحت عليهم قالوا لي ما انشغله بس اطلع قبل يلاقوك شرطه اذا يشغلون انشغله. اخذنا اخوي للشرطه ما حد شغلني. ما شغلوني بالجلود. ظليت قاعد ابيع ليلون. فهاي ليلون نشتري منها. قد كان راتبك؟ راتبي 6 دنانير. 6 دنانير. زين. كانت تقاعد؟ تقاعد ماكو تقاعد. شايف بيها اشكال القبر مو سهل. ما ادري والله بعد ما ادري يعني. خدمتك انت خدمت ايش قد؟ خدمت 7 سنوات ونص. فالموظف انتاج ما يمشون بيها. قالوا سمير خليها الهويه بجيبك ولا تمشي بالموظف انتاج. احنا نشتغل ويانا بستايه بسمار بالقعشيله هذه بسامير هواي بسامير ناعم يدقدقون هنا انا اشلحهم بالقالعه. فالملمهم من نحل الساعه 2:30 المهم كلهم. ففصلوني ما اشتغلت. يعني بس اذا تريد تحتاج شيء.